محمد خلاص اختار طريقه وهيبقى اعلامي ان شاء الله، اه اعلامي له شأن انا بتوقع له باذن الله، لانه مجتهد ومش معتمد على اسم ابوه. احمد ومريم عايزين يطلعوا ايه؟ احمد عايز يبقى خريج مصنع الرجال الكليه الحربيه، والله و... ان شاء الله عايش جوه الحلم ده بشكل كبير جدا والله. ده بالنسبه لي دي معلومه جديده. اه وبيعمل عليه يعني، اه هو بيروح الجيم وبتاع بيلعب رياضه وعضلات و... والقصه عايز يدخل الحربيه ولا الجويه ولا ايه؟ الحربيه. الحربيه يا عم الحربيه ماشي. طب مش عارف ايه، وشفت انا بقول له ليه يا احمد عايز تخش؟ قال لي دول رجاله. فسته بتقول له يا حبيبي كذا، ودلوقتي قال لها انا عايز وعايز اروح سينا كمان. غريب غريب. انا بقول لحد من اصدقائي في المؤسسه العسكريه بقول له، قال لي ده راجل ده المفروض تشجعه. قلت له انا بسال، انا سايبه وهو اللي اختار لوحده. يمكن انا هقول لك على حاجه يمكن انت ما تعرفهاش عني. انا قدمت على الكليه الحربيه ومشيت في الاختبارات لغايه اختبار الطبي عشان عينيا. لا كان زماني دلوقتي لواء. لا لا كان زماني لا لواء. اه لواء 50 سنه لواء. يعني مش لواء قوي بس ممكن عميد. اعتقد انه كان هيبقى احسن. يعني الخيره فيما اختارها الله طبعا. بس ما كناش نقعد القعده دي. ما كناش نقعد القعده دي.